مظلوم. صح. لا نتجد البرامج الدعوية البر في الأم، طاعة الأم، لكن الأب تجده على الهامش، رغم أن الأب إن صلح التعبير نسميه الجندي المجهول. إن صلح التعبير نسميه الجندي المجهول. الأم نعم لها منزلة عظيمة، ولا يوجد أحد في الخلائق يصل لمرتبة الأم، ولكن في المقابل الأدنى من الأم الأب، ثم بعد ذلك الأخ. لهذا لن تجد في العالم منزلة يعتريها أحد في الوجود في حياتك كالأب والأم. فالأب مظلوم. أقسم بالله أن الدنيا ما تسوى بدون صوت الأب. صراحة أحيانا أنت لما تنزل أو تقع في مصيبة لن تسمع أحد من صوت الأب، هو اللي يعطيك القوة. أنت صغير وأنت كبير وتبقى طفلا طالما الأب في كنف الحياة. فإذا مات الأب عرفت وعلمت ما معنى الشيخوخة. لذا أسأل الله عز وجل أن يطيل في عمر أبي وأبي، إنه مولى ذلك والقادر عليه. الوالد أجمل لحظة في حياته قاطبة، واسأل جميع الآباء، سلهم ما هي أجمل لحظة في حياتك، سيقول لك أجمل لحظة حينما أخبرتني أمك أنك في أحشائها. هذه أجمل لحظة عند الأب. الأب لما علم بوجودك في أحشاء زوجته سعى لينتقي أطيب الطعام وأطيب الفاكهة وأطيب الحلويات، ويختار أجمل وأغلى الأطعمة في سبيل أن تخرج معافا في بدنك في جسدك في عقلك في عافيتك وأنت لا تعلم. الأب بالذات حينما كان يأتي يختار، يقول كلي، ليس من أجلك، من أجل ابنك. وإذا عزفت الأم عن الطعام يجبرها على الطعام من أجلك، وكان يدعو الله نريد سالما معافى. بل ربما حينما سمع بوجودك في أحشاء أمك أصبح يختار الأسماء، يريد أجمل اسم في الوجود، ولربما يفكر أسبوع وأكثر، ماذا أسميه؟ أسميه كذا، أسميه علي، أسميه أحمد، أسميه يوسف، أسميه عمر، أسميه سند. يفكر، يريد اسما ينتقيه حتى يفرح به وينادى به. هذا الأب. لهذا الأب عنده كلمات اسمعها مني قبل أن تسمعها منه، ولن تسمعها منه. وأرجوكم أن تنظروا لآبائكم. الأب يقول دائما: يا بني يا بني، حينما كنت أنتهي من العمل وأخرج من العمل متعبا مجهدا أرقني العمل، كنت قبل أن أصل للمنزل أذهب للبقالة أشتري أطيب العصير، أشهى الطعام، أشهى الشوكولا والبسكويت، حتى أدخل وبيدي كيس أنت تحبه لأرى ضحكتك، لأرى ابتسامتك على وجهك، وأدخل عليك السرور يا بني. فكان يأتي الأب للبقالة يشتري ما لذ وطاب، ليس من أجلي. هو أصل الأب ما اشترى لنفسه شيء، يدخل على نفسه. إن رأى في يده مال زاد عن الحاجة قدم أبناءه. أعطني أب أناني، أعطني أب أناني، لن تجد أبا أنانيا خصوصا في مسائل أبنائه. ربما له أعزكم الله حذاء يحتاج للتغيير من سنة، لكن ابنه في كل شهر يهديه حذاء لأنه ابن. فالأب يأتي للبقالة يشتري البسكويت الشوكولاتة العصائر، ويدخل الباب ليرى فقط ابتسامتك فقط. الآن أنت كم مرة دخلت للمنزل لترى ابتسامة الوالد؟ كم مرة سعيت قبل أن تصل للمنزل أن ترسم ابتسامة الوالد، أن ترى على محياه ابتسامة؟ كم مرة؟ هل تعلم الآن ماذا يحب الوالد من أطعمة؟ هل تعلم الوالد؟ أنا أسألك الآن، اسمعني، الوالد ما أحب العصائر لديه؟ لن تعلم، لكن اسأل أباك: أبي وأنا صغير ما أحب العصائر إلي؟ سيجيبك بكل الأنواع وبأسعارهن أيضا. سل أباك الآن، سل، قل: أبي ما أحب الأطعمة وأشهاها إلي؟ لن تعلم أنت، لكن اسأله إلي سيجيبك لأنه